الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أيها المستمعون الكرام، في دواخل النفس البشرية مجاهل وأغوار، منعطفات ومنعرجات، مساحات وذكريات، مشاعر متقاطعة، حزن وفرح، بكاء وضحك، بغض وحب، ألم وأمل في آن واحد. إنها نفس محملة ومثقلة، تتراكم فيها الأحداث وتتجمع فيها المواقف. وأقول بكل صراحة، لقد اكتشف الإنسان مجاهل الطبيعة وبعض أسرار الكون، لكنه عاجز عن اكتشاف مساحات وفراغات في مجاهل النفس البشرية. لقد استطاع الإنسان أن يغوص في أعماق البحار وأن يخترق الفضاء، ولكنه عجز أن يفهم هذه النفس البشرية المتقلبة المعقدة. تخيلوا معي، تخيلوا عالما فذا وفيلسوفا مفكرا أو مخترعا مشهورا يموت منتحرا أو تنتهي حياته في مصحة للأمراض العقلية والنفسية. أكرر دائما ولن أمل هذا، اكتشاف كوامن النفس البشرية والسيطرة على انفعالاتها وانحرافاتها لا يكون إلا بالوحي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سأتحدث عن داء من أدواء النفوس، وهو يدل على صغرها وعلى ضعفها وعلى مهانتها، ويدل على جهل الإنسان، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سأتحدث عن الكبرياء والتعاظم، عياذا بالله، إنه يدل على صغر النفس ويدل على ضعفها ويدل على جهل الإنسان بحقيقته. أن يرى نفسه، الكبر والتكبر، أن يرى نفسه أكبر وأفضل من غيره، العجب والكبر. العجب مقدمة الكبر، والفرق بين العجب بأن من أعجب بشيء تكبر به فهو مدخله، فمن فعل الطاعة وأعجبته يمكن أن تكون سببا في أن يتكبر. وأما الغرور، العجب والكبر والغرور، وأما الغرور تجاهل الحقائق والاغترار بالظواهر. الكبر من أخطر أدواء النفوس وعللها، أولا لأنه سبب عن الإعراض عن الطاعة. تأملوا معي هذه الآيات: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لا يريدون الحق، الحق يقيدهم، والشرع يمنعهم الأهواء والحظوظ والشهوات، لا يريدون التقيد به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. هذا هو السبب، يجعلك تعرض عن الحق. وأعظم ذم للكبر أن المتصف به متشبه بإبليس، أعوذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد رجل يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لو لا استطعته. فشلت يد الرجل وما استطاع أن يرفعها إلى فيه. قال: ما منعه إلا الكبر. التكبر، أعوذ بالله، التكبر ده صعب، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. أسوأ انواع التكبر ان تتكبر على اوامر الله وان تتكبر بعد ذلك على خلق وعباد الله. ثانيا، من تامل القران وقرا السنه وجد ان من اعظم اسباب العذاب التكبر. لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وحتى عدم التوفيق بالمناسبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. يا سلام، شوفوا القرآن ضحك لنا حاجات كثيرة خلاص. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، شوف التكبر ده، أنا أعوذ بالله من أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، اقرأوا ذلك في سورة الكهف، وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. الهلاك ده في الدنيا كمان. ثالثا، الكبر مفتاح الشرور، بل هو مبدأ الأخلاق الرديئة كلها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أوتي جوامع الكلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا رواه مسلم. الله الحديث ده والله يخوف ويقطع القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي رواية أحمد والمنذر من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. حول ولا قوة إلا بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. الجنة من أعظم أسباب دخول الجنة الأخلاق، والكبر عدو الأخلاق الفاضلة. حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، الكبر يؤدي إلى الرياء والمظاهر والتزين للخلق. بين قوسين البوبار، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، فدنيانا التصنع والترائي، ونحن نخادع من يرانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، لبسنا للخداع مسوك ضأن، فويل للمغير إذا أتانا. فبالتالي العزة إزاري والكبرياء ندائي، هكذا يقول تعالى في الحديث القدسي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي وألقيته في جهنم. يا سلام، الرسول لم يقول من مات هو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. أي والله لو مت ما عليك دين ومت ما شايل لك حاجة من ناس بدس من الحكومة بدس من الغلول من الكبر دخل الجنة. يا سلام، دار أديكم قاعدة، القاعدة بتقول عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. عجب المرء بنفسه، أي زول تكيف عمل عبادة عمل حاجة كيفته وأعجب بيها وحس نفسه أنه زي ما بقوله بالدارجية راسه كبر، أحد حساد عقله. إعجابك بنفسك حسد عقلك، لأن العقل السليم يقول لك أنك مليء بالآفات والنقائص. ندخل في الأسباب، ما هي دواعي الكبر؟ لينا بتكبروا، إما لإمال، زول عنده مال كثير بتكبر على الناس اللي ما عندهم مال. طبعا عشان كده صلى الله عليه وسلم قال أسوأ التكبر تكبر الفقير، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم القيامة كده. منهم قال شنو؟ قال وعائل مستكبر، فقران ورافع نخرته. في شنو؟ ده غريب. وشيخ زاني، واحد بعد ما كبر وشهوته بدأت تموت يمشي يزني. وملك كذاب، ملك كذاب، رئيس بيكذب على الناس. انت رئيس بتكذب ليه؟ أزول بيكذب عشان يخرج من مأزق. انت اللي بيخليك تكذب شنو؟
تكذب على أمة كاملة، ديل ثلاثة عذاب أليم. ثانيا النسب، واحد نسب يقول لك أنا نسبي حر، تتكبر به على الناس، لا يجوز. لينتهن أقوام عن الافتخار بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان. طيب أو منصب، واحد الله ده منصب ياخذ منصب ده بشيله منك باكر بيسوي شنو؟ أو واحد عنده قوة بيتكبر به، القوة ستنهار. واحد عنده ضعف كويس، القوة حتنهار إلى ضعف. واحد عنده جمال، واحد عندنا جمال يتكبر. وكذلك العلم والشهادات، ذول عنده علم وشهادات ومنصب ودكتوراه ويقول لك تكبر. تكبر ليه؟ انت بقيت دكتور من يومك وانت الدكتور الوحيد في الدنيا. ويا اخي العلم كان ما هذبك معناه ما عنده قيمه. طيب هل في المجتمع في تكبر؟ انا هتكلم لكم عن بعض الصور اللي لاحظتها فيها تكبر. صوره ذكر القران، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا. مشيت المختال، واحد تلقى فيه مشيته دي رافع نخرته فوق وماشي، دي صوره بتاع التكبر. الصوره الثانيه التكبر باللسان بالمفاخرة وذكر محاسن النفس. ثالثا بطر الحق وغمط الناس كما قال مسلم الرسول معرف التكبر. قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، واحد قال بس كويس ده ما تكبر، ونعله حسن. قال هذا ما تكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنك أنت ترد الحق، يقول لك الله قال ورسول قال، الحديث واضح. طبعا تقول لا أكيد مما قمنا ومما ولدونا والكلام ده ما راكب عدله وانت متأكد، يا أخي ده حديث، دي آيات. تتكبر على كلام الله وعلى كلام رسول الله ده أسوأ التكبر. وغمط الناس باحتقارهم وازدرائهم، في زول بيعامل الناس كويس لكن بينه وبين نفسه بيكون محتقر بجوه، ده بتكبر يا أخي. أعوذ بالله أعوذ بالله. يبدو أن الوقت قد سرقنا، كيف نحارب الكبر في نفوسنا؟ أول شيء أن تعلم أن الذي أعطاك سيسلبك. المال رايح، الشهادات بتروح، أي حاجة بتروح. اثنين أن تتعود أن تجلس ممن هم أقل منك في المناصب. أنت المدير أي الغفير خليه يأكل معك، السواق بتاعك خليه يأكل معك. اتعلم أنك تكون إنسان، حارب نفسك، حارب حظوظة، حارب أهواء نفسك. ثالثا قاطعوا كل متكبر، أي زول بيتكبر قاطعوا وانصحوا واسجروا. ورابعا اسأل ربك تحسين أخلاقك وأن يبعد وأن يصرف عنك هذه الأخلاق السيئة. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية الحلقة، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.